أكد رئيس الجمهورية عمر البشير رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية السودانية أن السلطة والحكم لم تكن يوما غاية من الغايات. وقال البشير لدى مخاطبته اليوم السبت بالخرطوم مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية، قال إن السلطة وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق. ودعا البشير قيادات وأعضاء الحركة لقيادة نفرة كبرى في كل ولايات السودان لتصميم برامج وأنشطة دعوية تزكوية للشباب. وأوضح البشير أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هي ابتلاءات ستخرج منها البلاد أكثر قوة ومنعة. وأوضح البشير أنه وطوال مسيرة الإنقاذ ليس هناك ما يخجل ويتوارى منها، مشيرا إلى أن الإنقاذ فجر ثورة التعليم لتحرير العقول من قيود الطائفية والقبلية، مؤكدا أن الذين يتحدثون الآن عن الحريات يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية.